الشهر مو طب. يعني انا شفت اولاد قحبه بس زيه ابن هالقحبه ما عمري شفت يا اخي. حتى ابوه اخو منيوكا، كيف اخو منيوكا ليس بالحلال بل بالحرام، اخته انتاكت. نسال جميع العرب، شكرا شكرا على القلوب يعني، بس والله انه منرفزني ابن هالقحبه، ليش العرب ما بتسب قص امه؟ شكرا اخ بهجت انك اعطيتني الفرصه افرغ عن غضب. شكرا بس معك خمس ثواني يا استاذ، لو عايز تشتم كمان شتيمه عادي. اشتم رئيس ثاني؟ خمس ثواني. خذ 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 عندك يعني 22 رئيس خاول، يعني خذ منهم واحد. والله ما انا عارف اشتم السيسي يا اخ بهجت عادي. نيك دين امه لو كانوا من الكافرين. بس امه ابن هالقحبه السيسي، ابن هالشرموطه، ابن هالداعر العاهري اللي معروفة بشوارع الهرم، اللي نفسي أن يكبنته كسمة والله. تحياتنا محبوزة. شكرا محبوزة مع الأسف. شكرا لك أستاذ.